الإخوة في الإعلام نحضر هذا الصباح بعد ما تلقينا واحد طلب ديال المؤازرة من عند واحد المواطن اللي كيمتلك هذه القطعة الأرضية اللي احنا الآن متواجدين فيها. كان الموضوع ديال النزاع ما بين واحد المواطن آخر اللي كيمتلك واحد القطعة هنا أرضية. إلا أنه بالنسبة لنا احنا اللي كنلاحظوه وأن هذه الأرض كانت كلها قطعة واحدة. عملية ديال البيع تشملها وباعها لواحد ثلاثة ديال الناس. الشيء اللي خلى واحد المواطن ما عندوش مدخل للقطعة ديالو الأرضية. ترتب عليه الالتجاء للمحكمة واستصدار واحد الحكم اللي كينص على فتح الطريق. حدود الساعة الأمور عادية وإيجابية. ولكن اللي ماشي إيجابي واللي ماشي عادي هو السلوك والأفعال المنسوبة اللي صهر على عملية ديال التنفيذ. لأنه عملية ديال التنفيذ احنا بعد استقراء الملف ولا الوثائق ديال الملف كنلاحظوا بأن المحكمة فعلا حكمت بحذف أو لا شطب الباب اللي كان كيغلق هذا الطريق هذا. وهذا الباب اللي كيغلق هذا الطريق ماشي وليد اللحظة ووليد سنوات. إذن الشيء اللي كيأكد لنا بأنه هاد العملية ديال قطع الأشجار هادي جريمة. لأنه ما يمكنش نخلطوا لواحد القطعة أرضية ويتنفذ. إذا كان منطق ديال الحكم كينص على الباب نحيدوه أنا كنستغرب هاد العملية ديال التنفيذ اللي استهدفت هاد العدد الهائل ديال الأشجار. واش الاجتهاد ديال رجل ديال التنفيذ اللي صار العمل التنفيذ هو اللي انتهى بهذه الجريمه هذه في حق هذه الاشجار هذه؟ وكاين منها الاشجار اللي مثمره وكاين منها الاشجار اللي عندها ازيد من 10 سنين وعند 15 سنه 30 سنه هذا كاين الاشجار اللي عندها 30 سنه. اذا هذا كياكد لنا بانه هذا واحد النوع ديال الشطط، هذا واحد النوع ديال التعسف، هذا واحد النوع ديال الاجتهاد اللي تبتق على العبقريه ديال المنفذ واللي انتهى في اخر المطاف ديال واحد الاضرار كبيره لحقت هذا المواطن هذا. لذلك احنا بالنسبه لنا في الهيئه المغربيه لحقوق الانسان نقر بانه احترام ديال الاحكام وخاصه اللي صادره في هذا الاتجاه هذا ديال فتح المنافذ ولا فتح الطرقات هو شيء ايجابي وشيء مهم باش نرفعوا واحد العزله على واحد المواطن. ولكن الطرق والطريقه ولا السلوك اللي سلكوا المنفذ اعتقد بانه فيه شوائب وفيه ضرر ويستدعي كذلك جبر الضرر بالنسبه لنا. لانه هذا المواطن هذا يحس بانه واحد النوع ديال الغبن هذا الحال. طبعا احنا بعد المعاينه الميدانيه اللي رحنا الان نجزناها واللي سبقنا واحد اليومين نزلنا في هذا البصر كيبان لنا بانه كان ممكن ومن السهوله بما كان باش نجنبوا هاد الاضرار وهاد حذف الاشجار. لانه كنلاحظوا بانه كاين واحد المسافه كبيره ديال فين غادي نرسموا هاد الطريقه ولا فين غادي نسطروا هاد الطريق هادي. الا انه هاد العمليه ديال دفع الطريق بالمحاذاه مع هاد الملكيه هذه واللي ادت لاقتلاع واحد العدد ديال الاشجار اكثر من 15 شجره هنايا اللي محذوفه منها اللي مثمره ما كانش لزوم نهائيا وكيتعتبر بانه جريمه في حق الشجره لان الشجره كائن حي. واش هاد المنفذ كان كيستحضر هاد الابعاد وهاد الحرمه اللي ينبغي واللي كتحظى بها الشجره ام انه جاب واحد النوع ديال التعسف جاب واحد النوع ديال الشطط وكانه في يده واحد النوع ديال المطرقه ولا واحد النوع ديال تحول هنا الحكم لواحد الاليه ديال الحاق اضرار هاد المواطنين هذا. حوش اخر المطاف بهذه العشوائيه باش تنفذ الاحكام واللي خاصه اللي كتعلق بفتح. لانه واش شكون هو اللي صار على واش كان خبير اللي ترسلنا هذا الطريق؟ واش كان للرعايه ولا العنايه بالاهتمام بالشجره اولا كان واحد العنف ضد صاحب القطعه وعنف ضد الاشجار واللي منها مثمره.
بالنسبه لينا كنستغربوا هاد السلوكات، كنستهجنوها لانه الاحكام ينبغي ان تطبق، ولكن اذا كانت الحكم كينص على فاتح الباب وشطب الباب اللي كان في الواجهه وعلى جنب الطريق كنبلعوا وماشي هذا المواطن واحد المواطن اخر، اذا هنا كنقولوا دي ما كانش ضروري كاع نحيدوا هذا الضرر هذا، وما كانش ضروري نحيدوا هذا العنف، خاصه الامر كيتعلق بواحد المواطن اللي كيعيش في المهجر حياته كامله عاشها في المهجر، في اخر المطاف غادي يجي وغادي يلقى الارض ديالو كيتعبد بها والممتلكات ديالو كيتعبد بها بحال هذا الشكل هكا. هادشي اللي ممكن نعلنوه، هادشي اللي ممكن ناكدوه ازاء واحد العمليه ديال التنفيذ اللي شابتها مجموعه ديال الشوائب ومجموعه ديال الخروقات، كنعتبروا بانه طلب جبر الضرر بالنسبه للمواطن اللي لحقوا هذا الضرر كله، وطلب مشروع وتحيه.